واحد بس عايز اقف مع ماتش امبارح كمان في قصه التحكيم. اللعبه اللي اثارت جدل بشكل كبير جدا هدف قفشه، وانتوا بتشوفوها، لا مش عايز رايكم دلوقتي، انا عايز رايك او رؤيتك ساعه لما شفت اللعبه دي. انا ساعه لما شفتها، انا وقت ما شفتها شفتها في مخالفه في الاعاده، لقيت ان اسامه ابو علي ما يعني لعب الكوره، يعني احنا حتى لو هنتكلم سريعا على مباراه امبارح، انا جايب كام حاله كده صغيرين ليهم العلاقه بمباراه الامس فنيا، وفي وسطهم الحاله بتاعت وسام. يعني وهم مجهزين لنا برضو بمناسبه الحالات معانا مجموعه ارقام كده. تمام، بص يعني دي مباراه امبارح، انا تحديدا جاي عايز اتكلم عن محمد مجدي قفشه والدور الكبير اللي لعبه محمد مجدي قفشه. ويمكن منصف عامل لنا في الاحصائيات الريت، وانا ما كنتش اعرف وانا بجيب الحالات ان محمد مجدي قفشه اعلى ريت في مباراه الامس. صحيح، وده يقول لك ان 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 محمد مجدي قفشه سيبقى دايما. طب خلينا، طب هي الحالات نزلت معانا، نوقف الحالات لانه يعني هرجع للحالات تاني، بس انا عايز انزل الارقام لانه الارقام دي هتساعدك بشكل كبير جدا وانت بتشرح الحالات بتاعتك. فتعالوا نشوف مجموعه ارقام كده، خدوا بالكم. يعني احنا، انا شفت الماتش امبارح زي كل جماهير نادي الاهلي على اعصابي، بالذات بعد ما استقبلنا الهدف الاول من مودرن. بالمناسبه المهاجم الكاميروني بتاع مودرن، احنا اتكلمنا عنه في الحلقه، اتكلمنا عنه في الحلقه، مميز جدا، بيلعب احمد عاطف كمان. صحيح، طيب دي الارقام اللي معانا، اتفضل يا بلال. طبعا محمد مجدي قفشه اعلى ريت ب 8.1، وده ياكد ان ده على مستوى الاسماء اللي قدام حضراتكم دي على مستوى الفرقتين، مش بتكلم على مستوى الفريق الاهلي بس. لعب 74 دقيقه وصنع اربع فرص، وده يبين ان قفشه كان ليه دور مهم جدا في مباراه امس، برغم ان هو خرج في الدقيقه 74 وقدم مباراة كبيرة جدا، وعدد تمريراته ونسبة الدقة هو أكثر اللاعبين على مستوى دقة التمرير في مباراة امبارح. عبد الكبير الوادي 7.8، لعب 90 دقيقة. أكرم صنع فرصة واحدة. أكرم توفيق، وده حاجة من ضمن الحاجات المهمة جدا. أنا هكتفي نكتفي بالخمسة بس الأوائل. يبقى قفشة، عبد الكبير الوادي، أكرم توفيق، كريم فؤاد، وهنا طبعا انا بس عايز اقول حاجه في اكرم وكريم، ان اكرم وكريم في الثالث والرابع يا احمد نسبه دقه التمرير بتاعه الاثنين عاليه جدا، يعني يمكن 91% نسبه دقه تمرير اكرم وكريم 93. وده يعني بيديك دلاله ان الاثنين عندهم معدل تمرير جيد جدا، بيقدر او بتقدر من خلاله الفريق انه يحافظ دايما على الكره. أيوه. ويبقى عندك الاستحواذ، وكريم كمان رغم انه ما بيلعبش في مركزه او بيلعب على يعني على غير عدلته. أيوه. ولكن قادر يوصل 93%، ده رقم كبير جدا بالنسبه لمعدل التمرير. صحيح. يعني صحيح. طيب نروح للارقام اللي بعدها، دي بنتكلم على اعلى دقه في التمرير زي ما انتوا كنتوا بتتكلموا عليها. اكرم توفيق اعلى دقه تمرير، 67 باس منهم 62 باس ناجح. طيب ده الجزئيه الدفاعيه او النواحي الدفاعيه. اتفضل مصطفى. التدخلات، رامي ربيع عمل 9 تدخلات، في 3 منهم تدخلات صحيحه، و بشوف ان هو التحامات الارضيه، التحامات الارضيه 6 كسب منهم 5، 83% بنسبه نجاح 83%. تاني لاعب ارنولد التحامات الهوائيه 6 كسب منهم 4. رقم 2 اللي هو ايبا، مهاجم مودرن سبورت، ارنولد ايبا ده كاميروني صح؟ كاميروني بس ولد كورته حلوه بصراحه، كورته حلوه وجد، طرد امبارح وطبعا انذار تاني، طرد مباشر، كان طرد مباشر. وللعلم هو بقى له 4 مباريات، واحنا لما اتكلمنا قلنا ان هو كان احمد عاطف من اول الموسم هو المهاجم الاساسي، لكن مع كابتن طلعت يوسف اخذ فرصته كامله وارقامه كويسه جدا في 5 ده للمباراه الرابعه التوالي بيحرز هدف، يعني كل الاربع مباريات الاخرين بيحرز فيهم كل مباراه هدف. ايوه. الالتحامات الهوائيه 4 من 11، 36%. احمد عاطف 8 التدخلات الارضيه 8 منهم 12. طيب خلينا نروح للقائمه اللي بعدها، يعني واضح هنا انه ربيعه من ناحيه الدفاعيه يمكن اكتر اللاعبين فعاليه بشكل كبير. الالتحامات الارضيه او الهوائيه. صحيح، في الالتحام في الاثنين. بالمناسبه عايزين نقول رامي ربيعه طبعا انه النهارده بيصل للمباراه رقم 300 ليه في مسيرته مع النادي الاهلي. كابتن تاريخي لاعب مهم، وعنده 6 دوري ابطال، ده هو لوحده معدي الزمالك ومازيمبي. فيعني رامي من اللاعبين المؤثرين، ولو جاب 7 السنه الجايه ان شاء الله يبقى حته تانيه. نسينا نقوله في الانديه